لكن مش نبدا الحكايه ثم ضريبه نقوص ومن بعدش نتوكل على الله ان شاء الله ما يقلقكش برشا امل. اي سيدي توحد والله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله. يا ساده يا ماده يدلنا ويدلكم للخير والسعاده، حديثنا ترتيب احسين عجيب، صلاتنا وصلاتكم عند بي الحبيب. يحكيوا على زوز اخوه فرد بو فرد ام كما يتقال، اما كما يقولوا الاولين الكرش صباغه دباغه، وكل واحد شنيه طبيعته. واحد مبسوط ولبسنا عليه تنتخه ما يعرفش ترفخ له وين، مبسوط بالتونسي راه مش بالمصري، مبسوط معناه عند ماركانتي عنده الصوارد. اما طبيعته ما ابشعش لمنها، مش حاح هذه ما تسيب لهذه، قلبه خايب حشاكم، يرغب ماذا بيا كل الدنيا ويتسحر بالاخره، كما الله ما عافينا برشا ناس الله يبعدهم علينا. الخو الاخر قل لي رب العالمين، اما نفس مؤمنة خدام حزان قلايب باهي، وربي كرمه بمرية كيفه طيبة وناس ملاح وديما الضحك على وجهها. وهوك هو يخرج كما قول الصباح يقول يا ربي قاصد بابك، يخدم على ريحته يلقط قسمه، يتعدى السوق تقول انت نهار حمال نهار بياض، نهار يخدم في مرمى نهار يخدم في كوشة، حسيله كل نهار وقسمه. واللي يصوروا عقاب النهار يتعدى يقضي بيقضيات تعشاهم وما لزمهم هو ومريته وزويز بنيات، يروح لداره في الأطرف متاع المدينة زويز وبيتات هابين طايبين هبهب، تقول انت كنتم فخرية حية كما نعرف انا، يباتوا ما يصبحوا. ولا مطر الله ما عافينا تهز السقف ويلقاو روحهم منهم ربي. يتعشاو واللي قعد من الصوارد يمدهم المرض. هي المرأة مدبرة وحكيمة، عندها شقاقة كما نعرفانا خبيتها ترمي فيها كل الصوار، مرة خروبة مرة ثمن مرة ناصري، حاسيلو كل مرة شنو. يا علاش ما تقولش نهار من نهارات مشى يخدم في كوشة، فما دار من الديار عندهم تقول انت فرح كما ربي يتم علينا وعليكم وان شاء الله الافراح في الديار الكل، عندهم فرح باعثين صينية هذه كبرها تقول انت بصعين فيها 10 12 15 دجاجة، تقول انت محشيين يركبوا الكيف مفوحين بالزعفران يا سيدي، وحاجه هزوها الكواش باش تطيب. ما طابتك الصينيه هذيك الا ما ريحه الجربله تعترق، تدخل تشق قراج العروق الراس وفوحه ولو حمر هكا ركبوا الكيف محلاهم نودكم ولا نشهيكم وانتم ما كونش مشتاقين. اي الراجل يخدم عنده تقول انت 6 7 8 اشهر مذاقش زهومة، طلعت كريحة في خشمه الشه محلاها، روح تحدو قالها يا مرأة والله اليوم في الكوشة هكا ما صار وهكا ما صار، واشتهيت الجيجة محشية. اما مني الواحد ماذا بيه، اما قالوا قد الشقا قد القم، هاك ترى اللي نصوره يجعلنا ناكلو بيه طريف خبز وطريف كيما نقولو شكشوكة ولا عجة ولا طبيخة ولا اللي هو. قلت له هي يا راجل والله هي توا مدة جمعة ولا 10 أيام هكا ما صار لي، مشيت لدار خوك ما مرتو تعرفها سلفتي، سلفة هي اللي تبدا زوز نساء ماخذين الأخوة، سلفتي ماك تعرفها كي تبدا عندها بوبلي تبعث حيات لي باش نعاونها، هي نهارتها باش تجرد الدار، مشيت عاونتها وانقذت الدنيا معاها والحمل المكتعف الكل عليا. عند الاخر مدت لي ربعية محمص، هي كثر خيرها يا اخي ننسى لها حاجه
قال ربعية محمص قد ما عندها. قلت له يا ولدي ما ليش فيش دار مش سنسة تعطيني، مرة ربعية محمص، مرة صويع كسكسي، مرة حفنة قديد، هذاك هو واش تعطي. أما ربي ما يخلي حد. استنني يا راجل. أيا مشيت جابتك الشقاقة اللي قلت لكم عندها قديش وهي تلم في الصور فيها منين؟ قال هذه. قلت له اسكت تشوف. عملت هكا طرف كسرتها، بداو يحسبوا في الصوارد يلقاهم الخير والبركه. منين؟ قالها يا امراه. قالت له هذوما اكلي تفضلهم انت من القضيه تاع خدمه كل يوم، انا ما نصفهمش خبيتهم. ايا هاو ولا نصيب. مال امشي شري لنا دجيجه وجيب لنا ما لازم، طريف كبده وطريف روز، وتقول انت طريف قسط لي. والله دجاجه بالقسط المحشيه تشهدها كان على عدوك. اي قال عمل لك هيك من غدوة على الصباح، مشى على قضية مهمة، روح بها للدار مشى يخدم على روحه. هي شدتك الدجاجة، نظفتها، قدتها، حضرت لها الصيحة، فوحتها، طريف ربح، طريف زعفران، فلفل لكحل، كليل وزعتر، شوش ورد، قرفة، حشي ما لازم. طيبتك الحشو، طريف الكبدة وكعيبة القسطل وكل شيء، فورت الروز، حشيتها، خيطتها، حمرتها، خرجت زنس الدجاجة ريحتها تشق الراس. ادخل الراجل من الخدمة، يا قاتلو يا راجل هاني طيبت لك الدجاجة اللي قلت عليها. طب الشيف طلعت ريحة في خشمه الشه، قال هذه هدية ملوك يا مرأة. ومنها كان الكلمة رشقت. قالت عاش كيفاش؟ حطها في طبق وهاتها في مش تمشي. قالها ماشي للسراية تفيدنا. وه قالت له هزش الدجاجة وماشي للسراية فلا باس. قالها قلت لك هذه هدية ملوك، نهزها لسيدنا السلطان يتهشكش عليها. غبت. قالت له يا راجل توا أول حاجة شاهي الدجاج وأنا نطيب ونصنف ونقد ونعمل، وفي الأخر تهزها لدار السلطان، وش بيه السلطان مستحق دجاجتك؟ قالها الأولين قالوا غنية ونحب الهدية، وين هكا شتيت؟ أنا شتيتها ولا لا؟ يا سيدي أنا شتيت ياكلها سيدنا السلطان. قاتلوا اللي تراه صالح يا ولد الناس. أنا على كل حال عندنا فايم طبيخة نتاع البارح اللي استانسنا بيه نكملوا بيه. حطتها له في الطبق، حطت عليها مكب، حطها في قفة وقال سبق لسراية السلطان. خلطت تقول أنت ولول مازال كيضرب. لول بكري كان يضرب. تضرب الزمارة نتاع الاول اللي يقول لك هيا تخلي يلقى العسى. قال قول نحب نقابل سيدنا السلطان. كان ناس ملاح ويقبل هكا الشكايه وكذا. تخلوا اللي هو قالوا راه واحد يحب يقابلك. قالوا جيني للمحكمه يا اخي، توا قاعدين في بيت الفطور نفطروا. قالوا لا سيدنا راه قال جايبك هديه مش جاي يظلم. هيا دخلوا. ادخل يلقى السلطان والمليك مليكة مرته وولاده الاثنين وبناته الاثنين قاعدين على الطاولة. خرج حط القفة، خرجك الطبق منها، ركزوا على الطاولة. قالوا سيدي هذه المرأة عملتها اليوم وراه ظهرت لي ما تليق كان بسيادتكم، حبيتك تفطر بها دجاجة محشية تستاهل. قال راجل كان واحد كيفك. ضحك الملك. قالوا كثر خيرك هذيك الصحة. أما يقعد اقعد معانا. حطوا له كرسي، حطوا له ما الكوفير والصحن راهم بلود ليماج اللي يقول لك مال السيرفيس نتعملوك. فهمت شو راهو؟ ما وراهو الكوفير فضه مذهبه والكوبيت كريستال ولما نادي القمرايه والناب منشي دي دنيا اخرى. اي كيما الكبر الكل يا سيدي مالك هكا نقعد على طاوله كيما تجي هي. هيا ما نطولها يا قصيره. السلطان قال اسمع يا ولدي، انت مادام جبتها الدجاجه انت تقسمها بيناتنا. الله يبارك سيدي. حطك الدجاجه قدامه، جابوا له كيما نقولوا احنا السكينه اللي قص بها، اعمل هكا جال الراس والعنكوش قصوا حطوا قدام السلطان. الزوز فخاف نسلهم، حط كل فخاف قدام واحد من ولاد السلطان. وزوز جوانح نسلهم وحط كل جناح لوحدة من الأميرات بنت السلطان. وزمنكا حطها قدام السلطانة. مش قاعد
واحد صدر حطه قدامه. السلطان يتبع فيه يغزر، ومرت السلطان تهز في عينه تحط في الأخرى، والولاد باهتين في عجب ربي. خذ الحيمة الباهية وخلي لهم الأطراف، على كل حال الأولاد عندهم الأفخاذ، أما الأخرين كلهم عظيمات. بعد ما كمل قال السلطان: يا سيدي تو انت قسمت هالقسمة هذية، فهمني علاش وكيفاش. أخطأ هي جيك القسمة اللي تجي. قالوا: سيدي هنمش نقولك. سيدي انت كبيرنا وتاج روسنا من فوق، اعطيتك الراس والعنكوش لانك الراس المدبرة تاع البلاد، الله لا ينحيك علينا ويطول عمرك ويخليك في الفخر للوطن. مالي من بكري راهو زعيمين في الكلام هذاك. وللا السلطانة حطت لها الزمنكة، ما ويقولوا الزمنكة للشاب الرمكة، وللا اغزك الزين والعين ربي فضلها ولا نحيها علينا. السلطانة هو قال الكلام هذاك، هي تقول انت يا بنسحتناش مش منقولش قديش. تهنكرت يا سيدي وشحطت ريحتها وخالت كلام مصويب. سيدي السلطان الشاب الرمكة مالا شنو؟ اي قالوا. والاخرين قالوا: سيدي الافخاذ اعطيتهم للامراء الاولاد، سيدي هذوكم قراج قدوة البلاد والشباب اللي مش نبنيو عليه المستقبل كيما شباب نحن ربي فضلهم ان شاء الله وليداتنا. هاي مالا قالوا هذوكم العمدة نتاعنا، هذوكم الساس اللي مش نبنيو عليه، اعطيتهم الافخاذ. هي قالوا البنات، قالوا: سيدي البنات هذوما ما نهار من نهارات مش ربي يعطيهم ريح زعزع وضربة من القلاع وياخذوا رجالهم شو ديار رجالهم، هذاك عطيتهم الجوانح مش يطيروا فيصة فيصة وربي هنيك منهم. ضحكت السلطانة والبنيات عدنك سروس ومحاشمين. خلت بنت وقتها مش كما بنت طويقة تقول لها ان شاء الله فرحتك، تقول لك ايه ان شاء الله، بكري تقول لها ان شاء الله فرحتك، تعمل هكا كيف اللي هي ما عينيش دوي وهي في قلبها ترعش بالفرحة ترعش، ربي يهني كل حيدة ويجيب لها مكتوب الرضا وإن شاء الله كل طنجرة تلقى خطاها. هيا قالوا: سيدي توا فهمنا هذا الكل، وسيادتك ضارب الصدر اللي يقول لك اللحمة البنينة. قالوا: سيدي السلطان توا أنا شو مقعدني معاكم؟ ما يقعد مع سيدنا السلطان كان وزيره، اعتبرني أنا الوزير، الصدر الهمام سيدي الصدر الأعظم، هذاك علاش حطيت روحي صدر. اضحك السلطان حتى اتكى، قال الراجل قفل الكرسي. والسلطان كيف كيف وكل البنات ولا ولاده وعجبهم كيف الزمار نتاع الرجل والذكاء نتاعو. ايا قالوا: سيد السلطان كم لفتوا؟ ايا فطروا تحمدوا تشكروا، جابوا الحلويات، جابوا كيسان التاي كيما انا تويك هكا، جابوا لي كويس تاي فنجان مش كيس ريتش كيفاش. قالك لبرا جبادي والطرازة مباركة، مش مشكلة طب مباركة نحكي لكم عليها بعديش، تشربوا في التاي ما ينطوم، هاي كل واحد يشرب تاي اللي بقى أنا عارف قاعد يشرب بس إن شاء الله بالشفاء. هيا سيدي قالوا طاوة مش نجازيك، انت طاوة مش تهز هالطبق بتاعك اللي جبت فيه الدجاجة وتتعدى للخزناجي وتملاه بالمحبوب وزود فوق منهم حضرة ديامونت تسوى عمالة، هذيك هدية لزوجتك اللي طيبت وصنفت يجعل ايديها مخضبين بخضاب الجنة. يا سيدي افرح يا سيدي الراجل. الراجل قدم مؤخر كب على السلطانة، عطاك السلطنة كب على السلطانة وعلى الأولاد. يا سيدي ربي يفضلك، يا سيدي لا يخلي لك دار، يا سيدي طول عمرك في الخير. قالوا: اسمع هاكا مرة في الجمعة، شنو اليوم هو؟ قالوا: كيما نقولوا احنا اليوم سبت. قالوا: هاكا كل نهار سبت اجي تفطر معانا ومرحبا بيك ودي ولدنا. برشا منك هاكا في البلاد مذهبية يعرفوا يتكلموا وسكيين ويعرفوا يتصرفوا، وقال راجل يلقاوها. خرج اكد راجل يرعش بالفرحة، عايا مشى الخزناجي عبالو الطبق، قال راجل تصور في كانت دجاجة وبطاطتها وما لازمها، طبق مليان بالمحبوب كما يكرمنا ربي إن شاء الله من رزق الحلال الطيب أنا وياكم وجميع من قال أمين. وأعطاه صندوق في حضرة ديامونت تغني فقري، تحل الصندوق تلعج الديامونتات نتاعها يلعج وتقول أنت في نارات، روح
طاير بينهم فضاء. خلي المرأة عيق لها يا مرأة، اغزر كي كبرنا قلوبنا شنو اللي صار، اغزر سيدنا شعطانا. فرحت زغرت تنقزوا البنيات، من غدوة عصباح صبحوا البنية تبني والدهانة تدهن والموبيليات كمانديت وحاسيلو. وحل تقول انت حانوت في سوق الرباع وإلا في سوق اللفة ولا تاجر. هي علاش ما تقولش شهرين ثلاثة أربعة شهور؟ مرت خوه باش تبيض الدار، بعثت واحدة من الخدام نتاعها لسلفتها باش تعيط لها تعاونها. مشيت أول حاجة ما عقلتش الدار، لأن الآخرين طيحوا عاودوا بناء، قول للدار عزيزة وغالي تقول أنت على طاقين وبالبرمقلي وبابها بالقمجة وبالخوخة ودنيا ودناد. قال دار فلان فيني؟ قال هايك يا ولدي مش هادي. قالوا هذيك. دقت الباب، خرجت واحدة من الخدمة، مش تفضل يا بنتي. قالت لها بلي إلا فلانة. قالت لها تفضل زوج، شكونك أنت؟ قال بعثني سلفتي. دخلت تلقى هي ودنادن وسط دار بالرخام وعرس كراجل من كريرة ورزليس في الحيوت وباربع بيوت متناظرين وزرابي تحط ساقك طغط. لا أخوك أنت في بالكش؟ قال في بالي بشيء، وين أخويا لي سنين ما ريتوش. أنت على كل حالك مرته تجيك، أما أنا هو ما ريتوش. قالت له راو قال لك ولا في عز وعزيز ودار عزة وغالية وصياغات ودنيا ودنادن. منين؟ قالوا من أين له هذا يا سيدي؟ هي برشا ناس كانت تتقللها من الكلمة هذه، أما بيناتهم اش دخلني أنا؟ أي ما طولوها يا قصيرة، من غدوة على الصباح اش يعملوا؟ دقوا الباب. خرجت واحدة من الخدم، قالوا خويا سي فلان هوني. قالوا يا سيدي تفضل ادخل. دخلوه البيت لقبوه، اقعد هو بيت في عجب ربي، زك الدار عهدوا بيها زوي زبيتات هابين طيبين، بقيت الدار طايحة عليها ودروجها وهي ما تكرب، هي دار جدود مشيت على روحها، واحد رجها ردها قصر مش حدرة به هكيك. وخوه مرت خوه جايين، مرحبا شنو احوالكم لباس دار شنو؟ قالوا خوها يا اخي ما تقوليش اش نزيد عليك، منين ليك هذا؟ قالوا والله يا ربي يرزق. كيف؟ قالوا يا اخي تحلت السماء صبت عليك بالمحبوبه. لا يا ولدي، هاو نحكي لك شنو اللي صار. وحكي له الحكايه من اولها لاخرها حتى لين السلطان شعطاه. هيا ان شاء الله بالبركه. هو في قلبه يغزل ويجيب شكون يغزل معاه. هيا امراه قالها، قالت له ليه والله مرت خوها لما تقعدوا تفطروا. هيا قعدوا فطروا، حطوا لهم طاوله من هون وغادي فيها، يقول انت من المالح للحلو، تقول صفر بن عييد، اتحمدوا تشكروا روحوا. يغزل وهو الدخان قريب يخرج من وضنيه. قال مرته يزم نعمل كيفه؟ وه قالت له يجعلنا ناكلوا رزقنا، مطلوبين احنا في شعطينا السلطان. قالها زبيبه من عند الحبيبه، وش بيه زياده الخير ما فيها ندامه. ايا غدوه مالا عملنا عتيدك دجاجات، كان هو عمل دجاجه واحده عتيدك نحب قد صوابعك، وحشيهم بالكدي وحط فيهم في سيد الفصدق مالا والبندق كان لزم مالا كيفاه لزم حاجه مثلنا. هيا كل عمل لك هيك، ذبحوا الدجاجات تنظفوا تحشاه وركبوا الكيف، مشاو الكوشه جاوا ريحتهم تقوط، حطهم في صينيه بصاعين مزينين مقدودين، حمال حطهم على راسه. هاي صرايت السلطان اخلط، قول انت ولول ضرب. هيا قول سيدنا التاجر الفلاني جايب لك هديه. سعدك والمسعودين نهار سبت خوها ضيفته، معناها قلنا كل نهار سبت يمشي يفطر عند السلطان. ادخل البيت الفطور، يلقى السلطان والسلطانة قاعدين، البنات على اليمين والولاد على اليسار، وخوه قاعد في راس الطاولة من غادي. هيا مرحبا، قال يا ولدي. قال له سيدنا جبت لك هدية، هي يعطيك الصحة، حط الصينية عطيتك الدجاجات. يركبوا الكيف، تبسم السلطان وتلفت الزوالي نقولوا احنا الراجل طيب. هيا قالوا يا وزيرنا، تقول انت
ما تحب روحك صدر أعظم. أيا في المرة الأخرى سلكتها، قسمت الدجاجة بيناتنا. أيوة توا، أيا الخمسة دجاجات كيف باش نقسمهم؟ حتى بقدام سيد قالوا سيدي اش فيها هذه؟ أي سيدي علاش مش مولاهم يقسمهم؟ غزر له خوه، طلع هبط، عطى دجاجة للسلطان ودجاجة للسلطانة. قعدوا ثلاثة قعد عطى دجاجتين، حاسي ما عرف من يحير. قالوا حرتة؟ قالوا خلي مالا السيد يعني سهلة. قالوا سيدي هاو كيفاش؟ ها هيا هذه دجاجة اللي كنت سيدي السلطان وللسلطانة لله شركة كلها جميع، وهذه دجاجة للأمراء الاثنين شركة كلها جميع، وهذه دجاجة للأميرات الاثنين شركة كلها جميع. قعدوا دجاجتين هذوكم ليا. تبسم السلطان كيفاه؟ قال هذه قسمة هذه. هي سيدي قال له إذا نقول عملت لك قسمة الثلاثة. قالوا شنو هي قسمة الثلاثة؟ قالوا سيدي أنت والسلطانة والدجاجة ثلاثة ولا لا؟ قالوا ثلاثة. وسيدي الأمير وسيدي الأمير والدجاجة ثلاثة ولا لا؟ قالوا ثلاثة. وللا وللا والدجاجة ثلاثة ولا لا؟ قالوا ثلاثة. قالوا أنا براسي هذا ما زوين الدجاجات جاو شي ثلاثة. قالوا ثلاثة وضحك السلطان تكا. قال الراجل قال والله يا ولدي شنو نقول لك، انت هو الراجل الحكيم اللي يفركس فيه. ايا تعرفوش كيفاش باش عاون؟ قول الخزنيجي يعطي ما يغنيه. والسيد هذايا ابني له كيما تقولوا انت دار بحذانا في جنينة القصر، حبوا ديما بحذايا مش يجينا مره في الجمعه. نستهد برايو وحكمته ونظرته، خاطر ديما العبد الحكيم يستحقوه العباد. يخرج كان الكلام الحلو لك الشهد والمنطق الزين، وكما قالوا الاولين اللسان الزين يدفع في الدين. وهذا هز الدجاجة والاخر هز عتيدك. اما اذكى يحضر ويغيب، وكيبدا واحد قلبه باهي ما تخافش عليه يلقى الحل فيصا ويسلكها حتى قدام الملوك والسلاطين، وعاشوا هو وزوجته وبنياته في الثبات والنبات، وكبروا البنيات وحظوا الزواج وخذاوا الأمراء ولاد السلطان. ولا قال راجل شريكه في ملكه، عطاها بنته وشطر في محكمته. هذه حكاية قسمة الدجاجات.